وعليكم سدوه. السلام عليكم. سديتوه؟ لأنه اشتكى الولد؟ لأنه اشتكى؟ اشتكى على جماعة يخون ياخذون منه رشوة؟ هو أبو الجراج. الضباط اللي قبلكم. لا مو هذا شلون يعزم سد؟ هذا ما عنده كتاب رسمي. وذاك عنده كتاب رسمي. وذاك راح ينسد. وذاك عنده كتاب رسمي. كتاب. ذاك راح اسد. كذا كذا راح ينسد. ليش يعني صارت مفاوية الأحداث؟ لا لا والله. لا أحداث ما في لا. هاي ناس على باب والله. صحيح على باب والله خي يجيب كتاب. أنت ليش قبل ما كانوا يسدوه؟ شغلة رسمية. لا قبل ليش ما يسدوه؟ ما أدري إحنا ما لنا شغل. يعني كان يدفع لا كان يدفع. ما إحنا ما الحمد لله والشكر. إحنا استونا جايين. خلي يجيب لنا كتاب ويشلع هاي. ولا انفتح أبو أمر. أمر؟ كتاب رسمي. لا بدون كتاب. أنا عدي أمر أسد الجراج كتاب رسمي أشوفه يلا. منين هسه أنا جيت كتاب اليوم تساكم يوم ما استلمت. إيه؟ طيب جيب لنا كتاب. إحنا ناس عبد المأمور. أنت مو جيت وشفت النقيب من ساعة واقف. ها؟ النقيب كان موجود نقيب أحمد؟ إيه. مو شرفت يا أنت؟ إيه. جيت وشديت الجراج. هو النقيب هناك وكان. أدري النقيب غايب، إيش سوى تحقيق وياهم على الحالة اللي صارت؟ تمام لو لا؟ أيه. شنو اللي صار؟ شنو علاقة النقيب اللي هذا كان كل ساعة ياخذ من عنده رشوة. المهم سدوه مو مشكلة سدوه. أكيد. ها.